السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. معلش يا شيخ مصطفى، انا بسأل بس اذا زوجي هيتجوز عليا. انا مش رافضه فكرة الجواز، لكن انا بس خايفة انه يكون باب ليا في النار، يعني لان انا ممكن اظلمها واظلم يعني ظلم شديد. ماشي، بعدين فهل يعني يجوز الانفصال حتى لم يحدث طلاق، يعني عشان الاولاد، بحيث ان يعني ابقى بعيد تماما عن الموضوع ده، اني ما عينوش عن الظلم، وان انا مرفضش لان انا الرفض هيبقى حرام، لان انا هرفض حاجة شرعية. يعني انت تسألي اذا تزوج زوجك عليك هل يجوز لك ان تنفصلي عنه لا يقربك حتى لا تقعين في خطأ، تقول انت في حالك وانا في حالي يا زوجي، هل هو وافق على هذا ام لم يوافق؟ هيوافق. خلاص، بس انت لا انصحك بفعل هذا. طب يعني الطلاق صح ولا خطأ؟ إذا طلبت الخلع وطلبت الطلاق للضرر جاز لك، لكن الأفضل لك في دينك الصلح خير، إلا إذا كنت ستفتني في دينك مسألة ثانية، لكن إجمالي القول الصلح خيرا. جزاك الله خير. الله يبارك فيك.